الليلة من غزة هنا القاهرة نناقش جهود الدولة المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين بقطاع غزة ونجاح قمة القاهرة للسلام في فتح المخططات الإسرائيلية الخبيثة للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وكيف استطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بدخول المساعدات الإنسانية. وضيوفنا عزة إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الخبراء بالمركز المصري للفكر والدراسات، الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز، الكاتب الصحفي خالد داود نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، ومن واشنطن الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولية، ومن عمان مصطفى الريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية. كلام في السياسة مع الكاتب الصحفي أحمد الطهري الليلة الساعة 7 مساء على إكسترا نيوز.